بعد ما شرحنا أسماء الله الحسنى الرحمن والرحيم، جه ميعاد القصة بتاعتنا وهي قصة الرحمة بالإنسان. وهنا نقصد إن إحنا كناس نتراحم مع بعض، نرحم بعض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. يعني الناس اللي بترحم بعض دول ربنا بيرحمهم، وقلنا بيرحمهم يعني بيعطيهم وبيجزيهم جزاء خير على اللي عملوه. ارحموا من في الأرض يعني اعطفوا على الناس وخليكم كويسين معاهم وعلى الحيوانات برضو، يرحمكم من في السماء يعني ربنا يرحمكم. وفي حديث تاني قال صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. يعني البني آدم اللي بيقسى على غيره وبيأذيه ربنا مش بيرحمه. تعالوا نشوف القصة بتاعتنا. ذهب زياد مع والدته لدفع فاتورة الهاتف. في مترو الأنفاق طلبت الأم من رجل كبير السن الجلوس مكانها، فسألها زياد عن السبب، فقالت له: إن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا بالرحمة. يبقى زياد كان رايح مع مامته عشان يدفع فاتورة التليفون، وهم راكبين المترو مامته شافت راجل كبير واقف، تمام، كبير في السن ومش قادر يقف، فهي خلت الراجل يقعد مكانها. فزياد سألها: عملتي كده ليه يا ماما؟ فقالت له: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا في الأحاديث اللي فاتت أوصانا بالرحمة، قال لنا نرحم الناس عشان ربنا يرحمنا. فهي رحمت الراجل العجوز ده لأنه مش هيقدر يقف، وتنازلت عن مكانها ليه. فتذكر زياد ما حدث مع أبيه في السوق عندما ألقى القمامة في سلة المهملات، بعدما أوصاه أبوه بعدم إلقائها على الأرض رحمة بعامل النظافة كما أوصانا الرسول صلى الله عليه وسلم بالرحمة. يعني زياد في الوقت ده افتكر أن باباه من كام يوم كان معاه في السوق وهم بيشتروا حاجات، فباباه قال له: ما ترميش الزبالة على الأرض وارميها في السلة. ليه نعمل كده؟ لأن أي حاجة بنرميها على الأرض بيجي حد ينظفها مكاننا. يعني أنا مثلا في المدرسة لو رميت كيس الشيبسي مكاني أو البسكوت أو أي حاجة، الراجل المعامل اللي في المدرسة هيوطي ويشيلها مكاني، فكده أنا بتعبه، أنا كده بقصو عليه. وزي ما قلنا: من لا يرحم لا يرحم. فإحنا نرحم الناس دي بأننا نشيل الحاجة مكاننا ونشيلها في مكانها الصح علشان ما يتعبوش مكاننا. وطبعا نفس الكلام مثلا مع بابانا ومامتنا، يعني كلنا عارفين إن مامتنا بتنظف البيت أو إخواتنا، ففي الحالة دي إحنا المفروض نسيب المكان مكاننا نضيف عشان اللي هيجي ينظفه ما يتعبش، فنبقى رحمناه. وعندما وصل، هما كانوا رايحين يدفعوا الفاتورة، عندما وصل وجد ازدحاما كبيرا، وهو ما جعلهما يقفان أكثر من نصف ساعة، وكان الصف يتحرك ببطء شديد، فأحس زياد وأمه بالتعب. يبقى أول ما وصلوا السنترال لقيوا زحمة كبيرة جدا، وفضلوا واقفين يجي نص ساعة والصف كان ماشي ببطء شديد. فزياد ومامته طبعا تعبوا من كتر الوقفة اللي وقفوها. كانت هناك جدة تحمل طفلا صغيرا وتقف في الصف خلف زياد وأمه ويبدو عليها التعب. فبصوا وراهم لقيوا فيه ست كبيرة تيتها يعني، وشايلة طفل صغير قوي واقفة وراهم في الصف، وباين عليها انها تعبت قوي، لان هما زياد ومامته هو طفل ومامته شباب يعني، فبالتالي ما تعبوش قوي، انما الست الكبيرة قوي والطفل الصغير قوي ده اللي لسه بيرضع اكيد الوقفة دي هتتعبهم جدا. فهنا برضو زياد فكر في فكرة الرحمة اللي بابا ومامته قالوا له عليها. فكر زياد في مساعدة الجدة، فتبادل زياد وأمه الأماكن في الصف مع الجدة والطفل، وأعطى زياد الطفل قطعة حلوى ليكف عن البكاء، فشكرته الأم وشكرته الجدة ودعت لهما كما سعد الطفل بالحلوى وكف عن البكاء. يبقى زياد فكر يساعد الست دي إزاي، فقرر إن هو يبدل مكانه هو ومامته مع الست الكبيرة اللي هي الجدة والطفل، بحيث ان هم يدخلوا قبلهم ويروحوا عشان ما يتعبوش. وكمان ادى الطفل حتة حلويات عشان يبطل يعيط، فمامته قالت له: برافو عليك يعني، شكرا ليك. والست الكبيرة الجادة دي كمان شكرته ودعت لهم، دعت ربنا ليهم يعني، وكمان الطفل كان فرحان بالحلويات دي وبطل يعيط. يبقى احنا نتعلم ايه من القصة دي؟ نتعلم ان احنا نحاول نرحم الناس على قد ما نقدر، سواء الناس دي كانت إخواتنا، سواء أصحابنا، سواء بابانا ومامتنا، سواء أي حد في الدنيا، نحاول نرحمه. لأن كل ما احنا بنرحم حد زي ما قلنا: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. كل ما انت بترحم حد حتى لو في حاجة مش لازم تعملها، ربنا بيجزيك عليها خير وبيرحمك سواء في الدنيا أو في الآخرة.